انا عبد الله امجد بلعب جيمر، عندي على الفيسبوك 5,600,000 متابع. تقريبا صار لي بلعب ببجي 3 سنين، صح، من 2018 بلعب ببجي موبايل. وليش بلعبها؟ لانها يعني ببجي موبايل لعبة كانت، يعني انا بحب العاب الطخطخة من زمان، من كان عمري 4 سنين. تقريبا 12 ساعة. واذا في معي مجال اكثر ممكن العب اكثر، بس ولكن الاهل منعوني لانه في دراسة وفي اشياء ثانية يعني ما بقدر اقطعها، مهمة في حياتنا. كنت انا وياه نبني تقريبا يوميا من 2 لـ 3 بعض الايام نلعب، مش لايف ستريم، لا، نلعب على التليفونات للمتعة فقط. لايف ستريم بعد سنة من اللعب خطرت في باله فكرة اللايف ستريم، وبس اقترحها علي انا كنت يعني مش مشجع، لا، مبسوط كثير كمان على الفكرة، يعني رغم انه يعني واجهنا انا وياه معارضة من الاهل من الاسرة.